من رمز الشامخ في ترسيخ وحدة الأمة. لليوم الثاني تتواصل بالعاصمة الرباط أشغال ندوة دولية تتغيى إبراز الدور التاريخي والحضاري والعلمي والديني للعلامة الشيخ ماء العينين والدفاع عن الارتباط الوثيق بين شيوخ قبائل الصحراء والعرش العلوي المجيد والدفاع عن مغربية الصحراء، ثم رد الاعتبار لمدينة سمارة بجعلها حازمة للحوار الحضارات على صعيد المملكة. أمينة سليماني وسامي البركة. كل الجوانب التاريخية السياسية الحضارية والعلمية في شخصية وعطاء العلامة الشيخ ماء العينين تم تناولها في هذه الندوة. قراءة متأنية في التاريخ أبرزت تفاعل الشيخ المجاهد مع محيطه المغربي والعربي والإسلامي، ثم دوره في خدمة ثوابت الأمة المغربية ووحدتها. علميا توقف العديد من الأدباء عند الإسهامات الفكرية للشيخ ماء العينين المتصوف الفقيه والأديب، حيث تم تقديم نص أدبي نادر حول هذه الشخصية المتميزة. أولا هذا النص يكشف عن جوانب جديدة بالنسبة لشخصية هذا العالم الكبير، ويمكن اعتباره يعني بذرة لسيرة ذاتية، بالإضافة إلى أنه يشتمل على العديد من المعطيات التي تغني الجانب السياسي والجانب الاجتماعي والثقافي، وخاصة فيما يتعلق باطلاع الشيخ على المخترعات الحديثة خارج حدود المغرب في القرن 19. ومن الضفة الأخرى جاءت الشهادات مقيمة إسهامات الشيخ العلامة ماء العينين، خصوصا ما تعلق بنشر ثقافة الحوار بين الحضارات والأديان. يتمحور تدخلي في هذه الندوة حول التمازج الثقافي الذي جسده الشيخ ماء العينين والروابط التي نسجها مع علماء مرموقين ببلده، ومن أوجه عطائه غنى التراث الذي تركه وراءه خصوصا في مجال التصوف الإسلامي. وفي قضايا عصره كانت للشيخ مواقف متقدمة، خاصة في مواضيع المرأة، التربية والتعليم. وعاش الشيخ ماء العينين متصوفا مجاهدا، عالما وطنيا مخلصا صادقا وغيورا على مقدسات الوطن وبيعة الملوك العلويين، في ارتباط دائم بين الصحراء المغربية والعرش العلوي المجيد. وفي تيزنيت تظاهرة دولية للاحتفاء الرسمي بالذكرى المئوية لوفاة الشيخ ماء العينين. فعالية هذه التظاهرة عرفت مشاركة العديد من الشخصيات الوطنية والدولية. الحبيب العسري. تيزنيت حيث دفن الفقيد الشيخ ماء العينين تحتفي بمرور 100 سنة على رحيل هذا المجاهد والعلامة الكبيرة الذي خلف ثروة هائلة من المؤلفات لها مكانة هامة ضمن الفكر الوطني والأجنبي. الاحتفاء كانت بدايته بجلسة افتتاحية قاربت فيها المداخلة حياته ووطنيته وفكر الشيخ ماء العينين. إحياء ذكراه هو إحياء لنفس التاريخ الوحدوي المغربي الوطني، خاصة في هذه الأجيال، في حفادته خاصة ومريديه، بل في جميع أبناء الشعب المغربي رعايا العرش المجيد من أقصى البلاد إلى أقصاها في هذه الظروف التي تحاك ضد الوطن أكثر من مؤامرة. المشاركون في هذه الجلسة الافتتاحية لندوة الشيخ ماء العينين توزعوا إلى مغاربة وأجانب، وتوحدوا في التأكيد على كون الفقيد وطني وحدوي ومفكر كبير. ألف أكثر من 450 مؤلف، وهو مجاهد حمل لواية الجهاد لتحرير وللدفاع عن هذه الأرض. ماء العينين من الشخصيات التي لها حضور كبير في التاريخ ولها حضور كبير في الكتابات، لا في المغرب ولا في الخارج. إضافة للأبعاد التاريخية والحضارية والدينية في سيرة الشيخ ماء العينين، فالندوة كذلك تأكيد على الفكر الوحدوي لأبناء أقاليمنا الجنوبية اقتداء بالراحل. لذلك فنحن المغاربة لابد أن نتشبث أكثر بوحدتنا الترابية، وأن لا نجعل أي مجال للفكر الانفصالي في صفوفنا. الندوة تستمر على مدى أيام 3 ببرنامج غني ومتعدد الفقرات، يرافقه معرض للمخطوطات والمؤلفات ينقل بعضا من آثار الشيخ ماء العينين وعلماء آخرين في مجال الفكر والتأليف، وهي الآثار والإسهامات التي تعمل هذه الندوة على إبرازها حتى تساهم في تنوير الرأي الوطني والدولي حول هذا الفقيد الذي كان نموذجا للوطني الصادق المخلص لوطنه والمدافع عنه.